الصلاة مع العائلة. الصلاة مع العائلة في البيت والكنيسة تجعل الولد يشعر بالأمان، لأن الصلاة تذهب إلى القلب. من المفيد جدا أن تجتمع العائلة مع الأولاد لكي يصلوا معا. من المفيد جدا أن يرى الولد أباه وأمه يصليان أمامه. هذه الصورة في الصغر لن تفارقه مدى الحياة. الأرثوذكسية منارتك في الظلام. في ساحتك الخضراء أزهار.